البداية مع خبر يؤكد استمرار البحث عن جثث المفقودين في الموصل، وأهالي الضحايا في فاجعة الموصل يحملون الحكومة المسؤولية لعدم وجود شروط السلامة والمعدات الكافية والمخصصة للإنقاذ. منو عندك اللي راح؟ يعني عندي أخويا وابن أمه 7 سنين ومرته زوجته طلعت قبل يومين، بس إلى حد الآن أخويا وابنه ما موجودين. هاي صار لنا 6 أيام نحن ندور ونبحث ونروح ونجي وماكو أي مهم. ماكو أي شيء، ما أعرف إيش أحكي، ما أعرف إيش أقول، ما أعرف. البقاء في حياتكم، البقاء في حياتكم. الله يساعدكم، الله يساعدكم. قال الله تعالى الله يساعدكم. بس هذا نقول أهم إهمال، إهمال من إهمال من منو؟ إهمال من الحكومة، إهمال من الدولة، إهمال من نفس المحافظة. يعني عبارة ما بيها شيء، ما النجاة. عبارة سايقين بنت الغنم، أين الغنم سايقيهم؟ يعني زورق تطلع تركب بي أكو بنجاة، يعني 200-300 طفل على مرأة على رجل يطلعون بالعبارة مثل الغنم، يروحون بالماي وقاعد أبو العبارة يسح طلعوهم خي طلعون. ليش يابا؟ ليش؟ على حساب المواطن، على حساب البشر. شنو البشر عندكم رخيص هالشكل انتو تسوون بيه؟